بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي المهندس عبد الجليل الشتاوي، مدير مكتب المرافق والاشغال المحليه بلديه سبت. طبعا الاعمال اللي تشوف فيها حضرتكم هذه والمختلف اللي حاصل في القرضه، طبعا في انسداد في غرفه التفتيش اللي احنا موجودين امامها، ومن الغرفه طبعا احنا دايرين نقل خط نقل محرك اللي هو الباي باس نقل، وان شاء الله هو حيكون تنظيف فقط. وبالنسبه للخط الثاني تشوف هذا خط كهرباء عقد الشركه العامه للكهرباء توصيل، وان شاء الله بالنسبه لخط الكهرباء حينتهي اليوم. وبالنسبه للباي باس احنا نستنى في نزوح الغرفه من الميه باش ينزلوا العمال وينظفوا الغرفه ويتم تسليكها. في العديد من المختنقات داخل مدينه سبها، شاهدنا المده الماضيه مختنق مقبره القرضه، الحمد لله قضينا عليه، كان في انهيار في خط الصرف الصحي، تم تغيير خط بمسافة 120 متر بزراعة 2 مناهيل جديدة، والحمد لله الخط أو مشاء، ونستنته إن شاء الله في مادة القطران وبنقطرنوه. عندنا العديد من المختنقات في القرضة، عندنا مخترق ثاني بجانب مدرسة عمر بن الخطاب ومركز الشرطة في انهيار في الخط، وإن شاء الله خلال 3 أيام 4 هذين حنخدموه. برضو تو حاليا عندنا مخترق في سكرة، الآلات انتقلت غادي ونشتغلوا فيه. طبعا الاسباب اللي ادت هالمختنقات اللي هو انهيار في شبكات قديمه، المواسير هذه الدكتايل والاسمنتيه القديمه جدا، يعني في من خطوط راي في 75، فاحنا نحاول نغيره، وراي شبكه 77% الخطوط الرئيسيه كويسه، لكن عندك الخطوط الفرعيه اغلبها تبي تجديد، واحنا حاليا نجدد في الشبكات. عندنا 16 خط حيتجدد ان شاء الله من هنا في شهر رمضان بالكامل، حيتجدد 16 خط في عماره اذاعه، في سكره، في القرضة 3 خطوط، في شارع جمال 2 خطين، في المهدية، في الجديد، في المنشية. بالنسبة لموضوع الطرق، طبعا قدم عند البلدية عدة مقترحات لرئاسة الوزراء، على إن شاء الله نقول ضمن من ضمنات الدائرة الثاني، من ضمنات شوارع فرعية، صيانة شوارع زي 26 27 25 شارع 13 شارع 16، في العديد من المختنقات، الطرق اللي رابطة ما بين الدائري الأول وبين الدائري الثاني كلها نازلة، نقول إن شاء الله عند رئاسة الوزراء، وإن شاء الله يعتمدوها في ميزانية 23، ونسأل الله التوفيق. طبعا البلدية ما صرفنا إلا ميزانية واحدة اللي صرت البيبي يسموها 8 مليون، فايش ندرنا بها؟ مشروعين في غدوة، مشروعين في سكرة، مشروع في الثانوية، كل هذه صرف صحي وميارة، مشروع في ليلة الله محمد رسول الله في الجديد، فيها خط رصف في الدير الثالث مسافة 3 كيلو و200 متر، فيها وفي التنوية برضو فيها خط صرف صحي، في سكرة في خط صرف صحي ثاني، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق. هذا اللي صرف من البلدية راضي بالأمانة، يعني 8 مليون جت مبوبة من على الباب الثالث من رئاسة الوزراء، هذه مشاريع انتهت. كلمة أخيرة بنوجهها أول شيء للمسؤولين اللي هي في رئاسة الوزراء، اتقوا الله في الجنوب، اتقوا الله في سبها، سبها تعاني، سبها تبي تجديد شبكات مياه الصرف الصحي، هذا شغل ما تقدرش عليه بلدية ولا يقدر عليها جهات، تبي دعم جهاز تشغيل مشروعات اسكان المرافق، تنفيذ مشروعات اسكان المرافق، برضو جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، يفترض ان سبها تصرف لها ميزانيات، سبها من امتى ما صرفش عليها؟ حياة الشاوش الله يرحمه قال لهم صرفين 8 مليون ولا 10 مليون يصرفون في حدائق في طرابلس. فعلا يعني سبت ان نبوا وقفه جاده من رئاسه الوزراء مع بلديه سبا، يعني الحق يعني بلديه سبا شنو سنه اللي تشتغل، ونعمل الله نسال الله التوفيق ان شاء الله.